هي ليش اصلا غرقت وبعدين فرختوها؟ طبعا هناك استعدادات كبيره لامانه بغداد قبل هطول موسم الامطار. احنا من يوم 1/8/2024 كانت هناك غرفه للعمليات بتوجيه من سيد امين بغداد. هاي غرفه العمليات من 1/8 وجهها السيد امين بغداد المهندس عمار موسى الوكلاء والساده المدراء العام بالقيام باعمال الصيانه واجراء الصيانه لجميع الخطوط الناقله والخطوط الفرعيه. ايضا تم اعمال الصيانه لجميع محطات الصرف الصحي حتى تكون هناك ديناميكيه في عمليه عمل شبكه مياه الصرف الصحي. جيد. احنا من 1/8 بلشنا مستعدين لموسم الامطار، وشبكه وغرفه العمليات هي مستمره بعملها، بدات اعمالها مع اول قطره لهطول الامطار. كان باشراف السيد امين بغداد استاذ الوكلاء في هذه الغرفه. ايضا هناك تنسيق مع الجهات الحكوميه الاخرى مثل وزاره الكهرباء كانت معنا. المشكله اللي صارت في طفح المجاري في بعض مناطق مدينه بغداد، واللي هي انحصرت في دائره بلديه الغدير وجزء من دائره بلديه مركز الرصافه. حسب تقرير الانواء الجويه اللي صدر من وزاره النقل، قال انه الامطار هذه المره هطلت بشكل غير متساوي مختلف عن المناطق، يعني اللي هطل بهاي المنطقه هو اكثر بكثير ما هطلت يعني امطار في جانب الكرخ. شنو السبب حتى الان حضرتك دا تقول لي انه احنا مستعدين من 1/8 هسه رب وسائل يسال يقول لك من 1/8 ولحد هذا يومنا كل هذه الاستعدادات ده مخذ الجبل عن فأره؟ الاستعدادات مو بالمستوى المطلوب. نعم انا اقول لك الموضوع هو شو هو قضيه مو قضيه هو ماكو فد شيء انسداد كان موجود حتى احنا شويه تاخر موضوع الى ساعات موضوع يعني حتى نسحب مياه الامطار. المشكله اللي صارت هو هطول الامطار بلغت 37 ملم في هذه المناطق. القدره الاستيعابيه للخطوط الناقله لمياه المجاري في بغداد هي 24 ملم. احنا كنا نحتاج وقت حتى نقدر نصرف هاي الكميه من الماء اللي نزلت بوقت قصير وبغزاره.